القضايا الحقوقية كلها بلا استثناء كانت أولوية عند آلاء، أما القضية الفلسطينية أم القضايا. وقفت كالدرع الحصين في وجه التطبيع وقالت كلمتها الشهيرة: لا تصالح، ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. رددت دوما عبارتها القائلة: الطريق من القدس وإلى القدس. بالرغم من أن الإمارات لم يقتطع من أرضها، هي شبر أو يمسها صاروخ، ثم بدأوا لنبدأ جميعا بالإجابة عن كل سؤال فرعي لهذا التصور. وقبلها لنتذكر أن فلسطين لم يتم خسارتها مبدئيا في الردود المنطقية لتسترد فقط بالأجوبة، هو احتلال لا تعود فيه فلسطين إلا بزواله.